السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا مع بعض هاد الحلوى اللي كتجي الصراحه هشيشه ولذيذه وكتخرج لنا واحد الكميه وفيره. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. نخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا واحد 500 غرام تاع مايزينا، فغادي نشوفوا واش غادي نحتاجوا 500 غرام او اقل. عندي 125 غرام نتاع الزبده، جوج صفار البيض، نصف كاس نتاع السكر كلاصي، دائما العبار بكاس العنبه، ونصف كاس نتاع الزيت. عندي هنا واحد سكر فاني، وعندي خماره نتاع الحلوه 8 غرام، وهنا واحد الكميه من البندق. فبالنسبه للبندق فماشي ضروري، انا سبق لي وحضرت هاد الحلوه بلا بندق وجات صراحه رائعه وهشيشه. اللي توفر عليه يديروا، اللي ما توفرش عليه فماشي ضروري. غادي نمروا باش غادي نحضروا هاد الحلوه. اول حاجه غادي نبداو بها هي الزبده. غادي نحاولوا نخدموا هاد الزبده مع السكر كلاصي. فهاد الكميه كتخرج واحد الكميه لا باس بها، لكن اللي بغى يضاعف الكميه فيقدر يضاعف هاد المقادير. نحاولوا ندخلوا هاد السكر كلاصي في هاد الزبده بهذه الطريقه. بعد ما دخلنا هذاك السكر كلاصي غادي نضيفوا الزيت. انا نسيت سكر فاني، غادي نضيفها. هانتوما ضيفوها مع السكر كلاصي في الاول. غادي نضيفوا هذا جوج صفار نتاع البيض. ندخلهم مزيان في هذا الخليط. وبالنسبه لهاد المايزينا فاحنا غادي نبقاو نضيفو شويه بشويه حتى تلم عندنا العجينه. خصنا نحصلوا على واحد العجينه اللي هي رطبه ومجموعه، فماشي ضروري نكملوا هاد النصف كيلو. فانا غير عبرت وغادي نشوف واش غادي نحتاج او لا، حتى المكونات كامله تندمج. نتاكدوا ان الزبده كلها ذابت، عاد غادي نضيفو والخميره ديال الحلوه. انا غادي نضيف واحد الكميه من المايزينا بهذا الشكل، وغادي نضيف الخميره نتاع الحلوه، ونبقاو حنا كنخلطو وكنضيفو. البنات انا استمريت بقيت كنضيف المايزينا حتى جمعت عندي عجينه بهذا الشكل، والقوام ديالها هي مجموعه وهي رطبه كما راكم تلاحظوا هذا القوام. فانا ما احتاجيتش ل 500 غرام كامله، هذا هو اللي شاطلي من 500 غرام تاع المايزينا. تقريبا احتاجيت ل 430 غرام تاع المايزينا، فحتى نتوما على حسب حجم البيض فضيفوا شويه بشويه حتى تلم عندكم عجينه ديكوش هاد الحلوه هذه، يعني غير نجمعوها. في هاد الاثناء من بعد ما تجمعت عندنا فاحنا غادي نحاولوا نديروا كويرات صغار بهذا الشكل، لحقاش من بعد رحنا غادي عاد نزيدوا نديروا في الوسط الحبه ديال البندق، وغادي نديرها في الوسط وغادي نحاول انني نجمعها بهذا الشكل. وغادي نجيب واحد الطاوة وغادي نحطها في الطاوة.
انا كملت الكميه كامله فغادي ندخلها الطيب. بالنسبه للطياب ديالها فما خصهاش تحمر نهائيا، يعني خصها الحلوه ديالنا تكون طايبه وهي بيضه، ما لازمش تحمر باش نعرفوها بلي راها طابت، باش نهزو شي وحده كتهز معانا بسهوله. انا غادي ندخلها الطيب ونرجع معاكم. البنات الحلوه ديالنا راها طابت، خرجتها من الفران كما قلت لكم كطيب وهي اللون ديالها ابيض، فباش نعرفوها بلي طابت نهزو واحد الحبه. الا تهزت معانا بسهوله ولاحظوا انها قربت تحمر من الاسفل فهذا دليل على انها طايبه، فانا غادي نخليها تبرد ونمر باش نكمل الكميه كامله اللي باقيت لي معكم في المرحله الاخيره نتاع التزيين. الحلوه كما راكم تلاحظوا طابت، تجي على هذا الشكل. غادي نمروا للتزيين. بالنسبه للتزيين فغادي نحتاجوا عندي هنايا الشوكولات الابيض، وعندي هنايا نواة كوكو، وغادي نحتاجوا لهاد لي كيسات هادو. غادي نمر انايا باش غادي ندوب الشوكولات ونرجع معاكم. انا دوبت الشوكولات، الشوكولات دوبتها ما ضفت لها حتى شي حاجه، دوبتها غير في الميكرووند، كان ندخلوها الميكرووند نديروها 30 ثانيه ومن بعد نخرجوها نحركوها بهذا الشكل نرجعو ثاني ندخلوها 30 ثانيه حتى تذوب معانا. غادي ناخذو حبه من هاد الحلوه غادي نوضعوها في الشوكولات هاد الشكل، ومن بعد غادي ناخذوها نوضعوها فوق واحد الشوكه باش هذاك الشوكولات الزائد كاع يهبط. ومن بعد غادي نحطها في نواة كوكو بهذا الشكل. هيا صبحت عندنا جاهزة، انا غادي نحطها في واحد البلاطو باش تبرد، هذا يبرد داك الشوكولات، ومن بعد باش نديروها في الكويختات. طريقة بهذه الطريقة، نظن ان الفيديو راه شارح نفسه. انا غادي نحطهم في واحد البلاطو على هذا الشكل. البنات من بعد ما زينا الحلوه ديالنا بالشوكولاط والكوك درناها في هاد لي كيسات وكتجي على هاد الشكل هكذا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، الصراحه جربوها راه كتجي هشيشه ولذيذه وكتخرج لنا واحد الكميه وفيره. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم فتقدروا ديروها بالبندق او لا حتى بلا بندق كتجي الصراحه رائعة. البنات انا فتحت معكم واحدة باش تشوفوها كي كتجي من الداخل، فبكثرة ما كتكون هشيشة فراها دغيا كتفتت. لاحظوا القوام ديالها كيفاش كيكون. فبالنسبة اللي ما ضفنا لهاش البندق في الوسط غادي نشوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون، كتجي على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا هشيشة ولذيذة بطبيعة الحال. وصلنا الى نهاية الفيديو، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامة الى فيديو مقبل ان شاء الله.
انا تحصلت على 120 حبة بهذا الحجم هذا،